لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخط. مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات. أمنكم وسلامكم هو أمننا وسلامنا. نحن من هنا عرفنا أننا لسنا وحدنا في مقاومة أو مواجهة الأتراك المستعمرين. مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا. إن هذا الجيش جيش رشيد جداً جداً، ولا يعتدي ولا يقوم بعمليات غزو خارج أرضي، وإحنا ملناش في مصر أي مصلحة غير في استقراركم وفي وحدتكم. إحنا مش عايزين حاجة. موقف مصر موقف أخ واعي لجل السلم، يبذل فيه مساعي لم الشمل. وجد موقلين تحيا مصر، تحيا مصر عنوان القصيدة، وتحيا ليكم وتحيا ليكم. يعني إن تنتصروا بنا فسننصركم، إن تنتصروا بنا فسننصركم.